بر الأمان. مرحبا بكم في برنامج بر الأمان، تسمعوا فينا على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية وإلا على أمواج الإذاعات لشركائنا في بث البرنامج هذا اللي هما هنا القصرين دريم اف ام ومهدية وان. اليوم فريق بر الأمان موجود في ولاية منوبة، وبالضبط في الكامبوس في المركب الجامعي متاع ولاية منوبة، وبأكثر دقة في قاعة الاجتماعات متاع المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. يقول القائل علاش؟ على خاطر اليوم موضوعنا هو نقطة استفهام باش تربط الذاكرة بالتاريخ. معايا خنسة بنترجم في التقديم. مرحبا يا خنسة. مرحبا بكل المستمعين ومرحبا بضيوفنا. ضيوفنا اللي هما مربد دينا، سامحني، أستاذة تاريخ معاصر قمر بدينا، أستاذة تاريخ معاصر، وسي مروان العجيلي زادة كيف أستاذ تاريخ معاصر في المعهد هذا. مرحبا بكم. عايش وبيك أكثر. وشكرا على استضافتنا لهنا في معهدكم. مرحبا بك أنت. قبل ما ندخل في الموضوع، فقط المعهد هذايا قبل ما نبدأ تسجيل الحصة قد أعطيتونا لمحة صغيرة عليه، لكن جست نعود نطرقولها خلي المستمعين اللي ممكن ما يعرفوهش بالكدا يزيدوا يعرفوا شنية الوظيفة والدور متاعه. سي مروان قمر بدينا، شكون هو المعهد هذا؟ عنده تاريخه ساعة ما كانش موجود في المركب الجامعي، خاطر المركب الجامعي تعمل في 82 والمعهد خلط هوني عام 2000، وقبل الوقت هذا كان في معناها في دار في فيلا في المنار، وقتها كان اسمه معهد تاريخ الحركة الوطنية. وقبل ما يبدأ اسمه معهد تاريخ الحركة الوطنية كان برنامج يسمى برنامج القومي لتاريخ الحركة الوطنية، انبثق في عام 79، وهي فكرة خرجت معناها نجم نقولوا فكرة سياسية خرجت بعدها من عند محمد الصياح والحبيب بورقيبة، لما خرجت زادة كفكرة يلزمها تمشي، معناها برنامج تاريخ يلزموا يقوموا به مؤرخين، معناها يخدموا. والفكرة الأخرى الثانية أنهم يلزمهم يخدموا على الأرشيف، هذاك علاش تكون فريق عمل من مؤرخين في فرنسا وفي تونس. في فرنسا بقيادة شارلاند ريجوليان اللي كان مشهور توا مات، وكان عنده معناها يخدموا معاه ثلة من المؤرخين والمؤرخات التونسية، معناها يخدموا على تونس، وثلة من المؤرخين التونسيين زاد اللي على راسهم وقتها محمد الهادي الشريف وبشير التليلي، وثلة زاد حتى من السوسيولوج كان وقتها عبد القادر الزغل، وبرشا اختصاصات معناها في العلوم الإنسانية. سي مروان، انت في المعهد هذايا يعني مهتم بوحده خاصه وعندها صبغه مهمه برشا لهنا، لو كنت تقدم هنا الوحده هذه. هي وحده الارشيف الشفوي. بالنسبه للوحده هذه كما قالت قمر، يعني هي يعني بدات تقريبا مع انشاء وحدات المعهد. في الحقيقة منذ بداية الثمانينات تمت الدعوة إلى استكمال يعني الوثائق المكتوبة اللي عنا بوثائق شفوية. كيفاش لميتوهم؟ شنو الوثائق الشفوية هذوما؟ كيفاش لميتوهم؟ كيفاش جمعتوهم؟ بالنسبة للوثائق الشفوية هذه تمت يعني عن طريق اتصالات بأشخاص، يعني إما شهود عيان أو فاعلين في الحدث، هم اللي صنعوا الحدث. متى أي فترة سمح؟ الفترة يعني فترة المقاومة المسلح، لأنه أول ما بدينا بالشهادة متاع المقاومين، شهادة المقاومين، وبالطبع إلى جانب يعني شهادات المقاومين هناك شهادات يعني لفاعلين سياسيين، للنقابيين، شهادات حول الحركة الطلابية، حول الحركة النسوية، وغيرهم عديد. يعني تقريبا هناك مسح لجميع المجالات وجميع الأنشطة. قديش تقريبا من ساعة تسجيل؟ بالنسبة للسواع يعني عدد كبير من الساعات، لما نحكيو بعشرات ساعات، مئات، يعطيك فكرة عنا 400 تسجيل
حوالي 400 تسجيل. وتصور انت كل تسجيل ساعات على مرتين ثلاثة أربعة مرات، معناتها تعمل الحساب نتاعك يعني مئات الساعات من التسجيلات اللي في قمت بهم. مدة التسجيل يعني مش مدة التسجيل، الفترة اللي انتوما قمتوا بها في التسجيلات هل كانت من السبعينات من بداية المعهد هذا ولا وقتاش؟ منذ تأسيس الوحدة، منذ تأسيس الوحدة يعني بالطبيعة بالنسبة للوحدة هذه يعني كما قالت قمر يعني بدأت منذ الثمانينات وكما قلت لغاية استكمال الوثائق المكتوبة، وتمت الدعوة فيها يعني كما قلت لي يعني الفاعلين المباشرين يعني voilà. كسوا التيموان يعني وليزاكتور والفاعلين ثم ترسخت هذه التجربة بالمعهد العالي الحركة الوطنية، كان اسمه معهد عالي لتاريخ الحركة الوطنية، ثم أصبح المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، وتمكننا من تكوين هذا الرصيد الهام يعني قلت أكثر من 400 شهادة. ما انت باش نفهم مليح المؤرخين لهناك فاش يخدموا عندهم وثائق مكتوبة أرشيف وقاعدين يكملوا الأرشيف بتسجيلات صوتية وشهادات شفوية للفاعلين شهود عيان متاع فترات تاريخية مهمة في تاريخ البلاد، هكا ولا؟ اي على خاطر نعاود نرجع للتاريخ، المؤسسة تكونت في الأول من الأرشيف اللي جاي من فرنسا، ومن بعد شفنا بشوية بشوية خدنا كي دخلت فيه في عام 82 شفنا لي بشوية بشوية الأرشيف ما يكفيش، يعني الأرشيف المكتوب ولو جبناه من فرنسا هي حاجة جديدة ومكننا الباحثين التوانسة باش ما عادش يمشيوا يسافروا ويخدموا فيه هنا، معناها هذيك على كل حال احنا اثرينا البحث بيده هو بيده بعدين باش نوضحوا قمر بن دينا باش الطلبه ما عادش يمشيوا لفرنسا باش يخدموا. يعني مثلا كي تقول انت جبنا الارشيف من فرنسا، الارشيف نتاع الجيش الفرنساوي اي اللي في فانسان جبناه هنا اللي كان متمركز في تونس واللي مشى لفرنسا جبناه لهوني، يعني جبناه معناها بالميكروفيلم وجبناه لهوني باش ما عادش باش واحد يخدم على تاريخ تونس، مش كل مره يسافر لفرنسا باش يمشي يخدم. يعني نجم نلقاو مثلا لهنا نجم نلقاو الوثائق اللي تم تبدل نتاعها في الحرب العالميه الثانيه ما بين الجيش الفرنساوي موجوده في منوبه في المعهد هذايا اللي احنا توا فيه. هذاك هو اللي طور البحث، خاطر توا قبل ما كانوش طلبه ينجموا يخدموا برشا على تاريخ تونس الا اذا عندهم دي بورس باش يمشيوا، توا ما عادش هكريت السلق بلي كم عبيه فيها يجي 10 ولا 12 طالب، الطلبه ينجموا يخدموا هوني معناها حتى معناها بامكانهم باش يخدموا على الارشيف. اما بالممارسه فطنا الأرشيف المكتوب ما يكفيش، فطلنا زادة اللي فما ساعة الناس مازالوا حيين وينجموا يحكيوا لنا، كنا نعملوا في الملتقيات ويجيوا نعملوا معاهم الشهادات، هكا بدات هي الحكاية، كانوا ملتقيات كل عامين نعملوهم ويجيوا وقتها الفاعلين معناها العباد اللي مازالوا حيين، أنا أقول الباهي الأدغم ولا عزوز الرباعي ولا حاجة، كانوا يجيوا ونستمعوا لهم. الباهي الأدغم اللي كان رئيس الحكومة وزير أول وقت بورقيبة، أما وقتها ما عادش هما بيدهم ما عادش يخدموا معناها ولاوا في الانتريت ولا ما عادش يخدموا، وناس مقاومين كما قال مروان وكل شيء، معناها فطلنا بشوية بشوية اللي هيك الجانب هذاك من التاريخ اللي هو مازال حي في عند الناس في ذكرياتهم وفي أرشيفاتهم وفي حكاية عائلاتهم وحتى في مصيرهم، الغاضب واللي فرحان واللي فما مالانتوندو وما ما تهزش، يعني يحبوا يتكلموا. حلينا الباب ووقت اللي ولا البرنامج، وقتها كان برنامج قومي بركة، وقت اللي ولا معهد عام 89 وقتها أسسنا وحدة كاملة مخصصة للشهادات الشفوية. يقول القائل علاش برنامج بر أمان اللي هو يهتم بكيفاش القوانين تأثر على المواطنين وكيفاش المواطنين نجموا يأثروا هما على القوانين وانا هما الميكانيزم نتاع أخذ القرار، علاش نحكيه على موضوع اللي نجم يظهر كموضوع فلسفي ذاكرة تاريخ؟ نذكر انه مثلا ثم فيلسوف فرنساوي بول ريكور كتاب نتاعه معروف برشا لا ميموار لوبلي، التاريخ الذاكرة النسيان، اذا كان صالحوني اذا كان غلط في الترجمة. ولكن في الحقيقة كي نجيو نشوفوا انه هل في تونس بعد الثورة صارت العديد من الحاجات وين قوانين قرارات وين التاريخ ولا موضوع في الساحة العمومية في الساحة السياسية، موضوع في مجلس نواب الشعب، موضوع في التلفزة، موضوع زادة في البلاتو وين يصير فيه ان بوليتيزاسيون تسييس التاريخ.
احنا توا قدامنا لهنا تنجم تشوفونا على الباج فيسبوك وين ثم تسجيل فيديو للتسجيل الصوتي هذا اللي تسمعوا فيه على الإذاعة. قدامنا لهنا القانون الأساسي عدد 53 سنة 2013. القانون هذا اللي يتبع برشا في أنشطة متاع مجلس النواب الشعب يعرف اللي هو يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. ممكن هذا الاسم فضفاض شوية ولكن نجم نعيطوا له القانون نتاع هيئه الحقيقه والكرامه، خاطر بالقانون هذايا تم تاسيس هيئه الحقيقه والكرامه. وهيئه الحقيقه والكرامه عملت استماعات علنيه للعديد من الاشخاص اللي كانوا يا اما دي تيموا والا فاعلين في البريود اللي هي تشتغل عليها، اللي هي من 55 حتى 2013. وثبت هالاستماعات العلنية، هالجلسات العلنية في العديد من ال كيفاش نجم نسميهم، جدال، نجم نقولوا جدال كبير، ولا جدال كبير، دي بوليميك كبار. منهم استدعاء رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة اللي طالبت المؤرخين، جسيت نقول كلامها لهنا، إعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية. وإحنا في معهد كان اسمه معهد العالي للحركة الوطنية، وثم العشرات من المؤرخين خرجوا بيان إلى الرأي العام الوطني، خرج في عيد الشهداء 9 أبريل 2017، وعلقوا فيه على النداء هذا. وذلك علاش احنا اليوم موجودين لهنا في المعهد الوطني للحركة لتاريخ تونس المعاصر سابقا للحركة الوطنية باش نفهم وفاته. هل استماع الأشخاص كيف محمد غرس تسييس للتاريخ؟ هل هذه أول مرة يتكلموا فيها الفاعلين كيف منذومة؟ وجستما في التاريخ خليني لكم، خلينا سي مروان أنت مشرف على الهيئة، سمحني على الهيئة، أنت مشرف على الوحدة أنت مشرف على وحدة تسجيلات الشفاهية. نظن أنه ما تفاجأتش كي سمعت الجلسات العلنية متاع هيئة الحقيقة والكرامة. اسم باش كونوا واضحين، بالنسبة للشهادات الشفوية يعني تمثل رهان، كنقول رهان فما رهان سياسي، فما رهان إعلامي، فما رهان علمي بحثي أكاديمي، وهذا الجانب اللي يهمنا. بالنسبة للسياسي نجم يقول اللي يحب، حتى واحد نجم يحاسب. بالنسبه للصحفيين واللي يتحاسبوا بين بعضهم بالنسبه للصحفيين يقول لك الخبر مقدس والتعليق حر، والتعليق والتحليل حر. بالنسبه للمؤرخ راه مسؤوليه. كيفاش مسؤوليه؟ كل كلمه وكل حاجه يكتبها تتحسب عليه، يتحاسب، خاطر اللي باش يحاسبوه باش يحاسبوه نهار اخر، باش يحاسبوه اليوم. معناتها بالضبط بالضبط فما ديونتولوجي نتاع خدمه، فما مسؤولية يحاول يبدع على اللي بوليني، فما منهجية ودوان بأخلاق أخلاق، فما منهجية متاع خدمة. بالنسبة للشهادة الشفوية يعني أو الأرشيف الشفوي يطرح جملة من المسائل، يعني أولا المسائل متعلقة بالمنهج تاريخ العمل، يعني هي قضية جوهرية تتمحور أساسا حول خصوصية ومصداقية شهادة شفوية، وهذا لب الموضوع، باعتبار أن شهادة شفوية تتأثر وتتوجه حسب الأغراض، حسب الأهداف، وحسب المواقف والانتماءات والقناعات الشخصية. على ذلك سمحني سيمروين، ممكن سيمروين ممكن لهنا النقاط اللي انت تطرقت لهم ما همش واضحين بالقديش معناها تقول انه شخص عمره 90 سنه كي باش يحكي على حاجه صارت عندها 60 سنه ينجم ينسى، ينجم ياثر، ينجم 1000% من شنو ينجم ينسى ونجم يغير حتى بين نهار ونهار، ينجم ينسى يستحضر حاجات ينجم يستحضر حاجات وينسى حاجات اخرين، ينجم شكون يساله هو بيدو تو. انت كي تسال فينا تو انت بيدك توجه في الـ في الـ في, الـ في النقاش، هذا شيء مسموح ومعمول به، اما يلزم زاد نفهموا اللي فما هالتعامل هذا، معناه ماهوش تعامل، معناه فكر مع فكر. كي انت تسالني يلزمني انا نجاوبك، كي يجي حد يسال حد على حاجه مدقه ويقول له هذيك كيفاش، شنو اللي يتفكر؟ ساعات يتفكر حاجه ويتفكر حاجه اخرى. هو اللي نعرفوه احنا كمؤرخين اللي فما حاجات تنجم تجي شهادات مضاده لبعضها وما فيها حتى سونيه،
يعني نجم واحد يقول حاجة اليوم ويتفكر بعد عام ولا عامين حاجة أخرى، على خاطر كفك العام ولا فك العامين تطرقوا العباد معاه في عائلته ولا في المجتمع متاعه ولا حاجة، في حاجات يعودوا يفكروا في حاجات أخرين. رأوا الفينومين دو لوبلي اي دو لا ريمينيسانس ايت ان فينومين بسيكولوجيك بانال، يعني تنجم تتفكر حاجات وتنساهم وتعاود يعني تفكرهم. ظاهرة متاع ظاهرة بسيكولوجيك والنسيان هي ظاهرة في كل واحد فينا، في كل واحد فينا يعني. انا تنجم نسيت حاجات في طفولتي واختي تتفكرهم، وبعد كي تحكي لي عليهم ونقول لها نسيتهم، وبعد بعامين تتوضح الامور في مخي. هوني تطرح نقطة مهمة، انا كي توا نقرا في قانون العدالة الانتقالية عمرهم يحكيوا على تاريخ، يقولوا حفظ الذاكرة، ما يقولوش حفظ التاريخ في قانون العدالة الانتقالية. هذه حاجة باهية من جملة الحاجات متاع القانون هذية اللي باهين، يعني فما تفطن اللي الذاكرة ما هيش التاريخ، وبارك الله في القانون اللي عرف يفرق بين الذاكرة والتاريخ. هذية عندي أنا يتسمى في تونس فما ناس يفهموا الفرق بين الذاكرة والتاريخ. أنا شو معنات شنو الفرق بين الذاكرة والتاريخ؟ الذاكرة هي حاجة طبيعية نعيش بها ونعيش معاها والتاريخ هو عمل، معناها عمل متداول ما يقفش ويتعاود وعنده قواعده ويتحاسبوا به ويتحاسبوا عليه المؤرخين بين بعضهم. أولا على خاطر فما قواعد يلزم تطبقهم، كيف ما تقول في عملية جراحية ولا في فما بروتوكول يلزم احترامه. فما بروتوكول يلزمك. سي مروان العجلي، أنت اللي عندكم تاريخ، اللي عندك في الوحدة تاريخ الشفاهي سامحني، هل هي تاريخ ولا ذاكرة؟ هي الذاكرة، حفظ الذاكرة الجماعية، لكن عملية التاريخ، التاريخ هو عملية إعادة بناء معقدة. إيش معناتها معقدة؟ يعني عملية فكرية نقدية ثم تأليفية. بالنسبة للشهادة نخدم عليها، يعني جزء من يعني المصادر متاعنا. ثم بالنسبة للمصدر نفسه، حكيت على المصدر النجم نضيف حاجة قلتك مرة، المصدر هو يعني هو مصدر مثار، يعني بالطبع يتطلب تقنيات خاصة ويطرح مسائل عديدة. مثلا حكيت على اللوبلي، فما كذلك الانحياز، الاختزال، وحتى الانتقائية، حاجات يقولهم وحاجات ما يقولهمش. يعني وهذه مشكلة يلزم المؤرخ يتعامل معها. إذن هل الجلسات العلنية صحيح وما تحدث عليهم القانون، ومانيش باش نتحدثوا لهنا في هل وجودهم قانوني ولا لا، مش هذا موضوعنا، ولكن شنو هي الهدف منهم من الاخر؟ يعني انتم كمؤرخين هل فرحانين انه ثم جلسات علنية انا كمواطنة تهمني الامور هذوما، معناها على خاطر نتعلم حاجات انا ما نعرفهمش كمواطنة. اي ما انت مؤرخة في التاريخ المعاصر، نظن انه شهادات هل فيشؤوك المحتوى تاع شهادات اختصاصيين وتو يخدموا فيها الحكايه، خاطر انا مش مختصه في التاريخ الشفوي، اما نجم نقول هذه شي خمم فيها مروان ولا يخبوا فيها فهمت كيفاش. امانه كمواطنه يتهمني ونتفرج فيهم ونحب نعرف حاجات ما نعرفهمش، وبخصوص كنحب نعرف زاده كيفاش الناس يتعاملوا مع هالماده هذه، خاطر انا كمؤرخه عندي عين اخرى. فهمت السؤال نتاعك اش معناها؟ مش معناها كمواطنه يهمني، اما زاده كمؤرخه عندي حاجات نجم نخمم فيهم بصفه منهجيه، على خاطر كيف ما تقول امسيكاناليست في الدنيا كيف يدور في الدنيا، وقت يبدا امسيكاناليست في بيروه ويشوف ناس حاجه، وقت اللي يشوف عباد اخرين زاد في البرة كيفاش يتعاملوا مع الذاكره نتاعهم، زاد هو عنده سؤالات منهجيه. مروان العجلي، بالنسبه لي انا نركز يمكن اكثر على الجانب العلمي. الجانب العلمي نقول يعني بالنسبه للشهادات راه موجوده عندنا من قبل، ولذلك يعني في تقديري لازم تعطاو معها في إطار مقاربات، إذا نقولوا متعددة الأوجه أولى بعد، معناتها ما نكتفيوش بشهادة واحدة حول موضوع ما، وإنما لابد من مقارنتها بشهادات أخرى وما كتب حول هذا الموضوع. ثم وهذا أمر هام، لابد من الإحاطة بالمصدر، نقول إحاطة بالمصدر، معناتها الإحاطة بالمصدر السيد اللي اعطى الشهاده والاطار اللي اعطاه فيه الشهاده نتاعو، يحاط كذلك بالاهداف واغراض، علاش قدم الشهاده ذيك بالطريقه ذيك
وفي الفترة ذيك بالذات، بمعنى يعني الإحاطة بسياق، احنا نقول سياق الموضوعي للشهادة لتحديد الأهداف متاعها أو ما يمكن أن تنتجه من معلومات. وممكن لهنا المواطنين اللي يسمعوا فينا واللي ما توفرت لهمش فرصة باش يعملوا أبحاث في العلوم الإنسانية، ثم حاجة يعملوها الباحثين في التاريخ ولا في العلوم الاجتماعية ولا الإنسانية عموما، هي أنه الحوارات يتم كتابتهم من ألف للي يتم الغو ترانسكريبشن متاعهم، يعني الكلام الكل يعاود يكتب كيف ما هو في بعض الأحيان، ممكن مش في الحالات الكل، وهذايا ثم يعني تغيير التسجيل الشفاهي الى الى يعني يولي كتابه، خلي ممكن ثم طريقه لغويه كلمه ترجع برشا مرات، خاطر ممكن في ساعتين ينجم نفس العباره تتعاود برشا مرات، كيف ما في بحيث وكيف ما نسبة عند بورقيبة، كيف ما اي لي شوفي دو لانجاج اللي يسميهم لي شوفي دو لانجاج. سي مروان العجلي تحب تتفاعل مع شيء هذا بالنسبة للمسألة هذه؟ يعني عملية التفريغ أو الترانسكريبسيون يعني رأي عملية صعيبة ومعقدة برشا معقدة برشا، لأنه فما حاجات اللي أنا تفقد الشهادة الشفوية من القيمة متاحة في بعض الأحيان، لأنه فما معطى هام يرتبط بالشخص الذي يدي يعطي الشهادة متاعه. يقول بالشخص يعني أولا فما السياق الانفعالي والعاطفي متاعه مش نعبر عليه، ثم هناك الموقف الاتصالي اللي حكيت عليه انت، كي نقولوا اتصالي يعني هناك سكون ابل سيكونس دو لونغاج، يعني متتاليات الكلاميه، يعني هذه المتتاليات الكلاميه تحدد المعلومه وتحدد اختيار حتى اللغه، استعمال بعض الحوافز اللي قلت عليهم انشائيه. الميكرو سيمرويني. وأهمية هذه قلت هذا المعطى في الحقيقة بعض الأحيان يفتح أفاق للقيام ببعض الدراسات، نقول الدراسات تتعلق باللغة، une approche linguistique ولا سيمانتيك. بالطبيعة نقول يعني دراسة هذه المعطيات يعني تعطينا فكرة حول البيئة الاجتماعية للجماعات الثقافية ولا المهنية أو غيرها من التركيبات الاجتماعية، فما الديسكور وراء، وهذه القيمة يعني القيمة البحثية للشهادات الشفوية. ثم بالنهاية يعني من خلال هذه الشهادات الشفوية هناك تعبير عن آراء، عن أفكار، عن معايير، وحتى عن مجمل القيم السائدة عند الجمعيات أو يعني الأحزاب أو يعني القيم السائدة. اش تقصد بالقيم السائدة؟ تعبير على القيم السائدة بطريقة ملموسة، يعني المواطنين اللي ما همش متمرنين ويمارسوا في التاريخ، يعني القيم السائدة في الديسكور اللي تستعمل فيه النهضة مش نفسها الموجودة عند اليسار. يعني معنى مثلا كلمة كيف ما الوطن أو الشعب عند شخص معين ما هيش نفس المعنى عند شخص آخر، هذا اش تقصد فيه؟ الجماعة كلمة الناسيون الأمة، فما مفهوم يعني يتكلم بالأمة عنده مفهوم خاص عند الجماعة ومفهوم خاص عند الناس أخرى. يعني هذوما شفنا بهم تقنيات يعني مختلفة كيفاش يتم التفاعل مع التسجيل الشفاهي، يعني أرشيف شفاهية أوديو. نقترح عليكم أنه بعد ما عملنا الكتالوج هذا متاع كيفاش يتم التعامل والتفاعل مع الأرشيف بالنسبة للمؤرخين، مسؤولية متاع المؤرخين، وحكيتهم بكري على الأخلاقيات الاتيك، خلينا نسمع أغنية مع بعضنا أغنية تونسية ونرجع جوست من بعدها باش نغوصوا أكثر في التسجيلات اللي موجودة لهنا، مئات ساعات اللي عندكم لهنا. نرجع بعد أغنية. بر الأمان. مرحبا بكم من جديد، تسمعوا في برنامج بر الأمان. اليوم موضوع حصتنا هو نقطة استفهام اللي تربط ما بين التاريخ والذكرى. احنا والذاكرة، سامحوني، ذاكرة والذكرى. كيفاش سي مروان العجيدي؟ في صيغة الجمع، ذاكرات والذاكرة واحدة. ذاكرات، واضح، خاطر عنده معنى.
احنا كيف ما سمعتوا تواسي مروان العجيلي هو مدير وحدة التاريخ الشفوي في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. المعهد هذا موجود في الكامبوس نتاع منوبة في المراكب الجامعي نتاع منوبة. معنا كيف زادة أستاذة تاريخ معاصر قمر بن دينا وزادة خنسة بن ترجم في تقديم. مرحبا بكم الكل. في الجزء الأول تحدثنا على التمشي نتاع المؤرخ كيفاش يتعامل مع الذكرى الشفوية الميموار أوديو، وتوا باش نزيدو نتعمقوا في موضوع اكثر قريب لنا اكثر، يعني قريب اكثر للاكتواليتي نتاعنا اللي هو مثلا نجمو نذكروا اخر جلسه علنيه عملتها هيئه الحقيقه والكرامه. وفي الجلسه العلنيه هذه استدعت يا اما مقاومين والا استدعت اقارب مقاومين. خمسه نجم تذكر لنا بعض منهم، مثلا من قفصه سي لازهر الشرايتي، زوجة لازهر الشرايتي، وكذلك مناضلين في الحركة اليوسفية. وكان ثم يعني جدل كبير في الساحة التونسية على سهام بن صدرين رئيس هيئة الحقيقة والكرامة قامت بشيء هذية لإساءة لصورة برقيبة، وصار الجدل والحوار اللي نعرفوه. احنا الهدف متاعنا ما هوش باش نغوصوا باش نزيدوا نطولوا في هالحوار هذية، ولكن الهدف متاعنا باش نفهموا شنية الفرق أو نقاط جمع ما بين حفظ الذاكرة اللي هي مهمة من مهمات متاع هيئة الحقيقة والكرامة حسب ما موجود في القانون اللي أسسها الهيئة هذه، وشنية الفرق ما بين التاريخ. بدينا نجاوبوا في أول حصة على جزء من السؤال هذايا، توا باش نغوصوا مباشرة في المخزون السمعي اللي عندكم لهنا. نجموش نسمعوه المخزون السمعي اللي عندكم لهنا سي مروان العجيلي؟ تفضل سي مروان. بالنسبة للسمع يعني فما إمكانية باش تخدم عليها؟ فما إمكانية باش تخدم عليها؟ تخدم عليها يعني في دار بحث، اما باش تسجلوا يعني فما شروط، والشروط هذه داخله في اخلاقيات المهنه. اخلاقيات المهنه، كنقول اخلاقيات المهنه يعني فما حاجات ما تنجمش تخرج فتتعلق باشخاص، والشاهد في بعض الاحيان يشترط انه يعني التسجيل نتاعو ما يتقدم للعموم الا مثلا بعد وفاته او بعد ما يكمل يخدم يعني مذاكرات نتاعو، وفما ورقة نصحوا لها احنا ويصحها لها هو. يعني هناك التزام قانوني والتزام اخلاقي. واضح. معناتها كي تخرج شهادة من هنا نجم تاخذ منها مقاطع وفما تولي يعني فيه مشكلة. باش مواطن تونسي يسمع الشهادات اللي موجودة في المعهد هذايا يلزموا يطلب الترخيص منكم انتوما، ولازم يبرر. فما كراس شروط، فما كراس شروط للي يقدموا الشهادات، وفما كراس شروط للي يحبوا يستعملوهم ويستمعوهم، ويتبدل انت من الحاله لحاله، معناها انت والحاله. اما اللي احنا نحبوا نحترموه زاده ساعه اللي هي ساعه شي يحب اللي يعطي اللي يدلي بشهادته هو شي يحب، هذاك احنا مجبورين باش نحترموا هذاك. ومن بعد عندنا الشروط اللي كما قال عليهم مروان، الشروط العلميه يعني هما كيفاش تسمع حد عايزك تسمع التسجيل كله كامل. أي. ما يسمكش تحكم زاد على طرف من التسجيل. ومن بعد زاد الشروط كيفاش انت تحكي عليهم، معناها كيفاش يلزمك تحكي عليهم وتقول شكون خذاهم وشكون تحصل عليهم وفي أنا سياق قاعدة تحط تحكي على السياق كيف انت تستعمل دي ما يزمك تقول منين خذيت وشكون قال لك ومن وقتاش صار، هذاك الكل يزمك تقوله على خاطر علميا هذوك كلهم إضاءات باش نجم بعد انت معناها تستخلص العبرة وباش تفهم شنو معناها هاك الشهادة هذيك. سي مروان العجيلي انت جبت لنا لهنا الكتالوج نتاع التسجيلات، شنو فيه لهنا خمسه ولا سي مروان يعني كيفاش مقسم الكتالوج هذا؟ موش كامل، حكيت قبيله لازهر الشرايط عندنا يعني مثلا تيمونياج نتاع عبد العزيز الشرايط حول المقاوم المصالح حول شخصيه لازهر الشرايط. نذكروا انه زوجة لازهر الشرايطي تحدثت وادلت بشهاده نتاعها في اخر جلسه علنيه نتاع هيئه الحقيقه والكرامه. عندنا من قبل ذموم موجودين عندنا
يعني من بكري انا سالتك هل تفاجات كي سمعت شنو تقال في الجلسات العلنيه؟ انت من كيف ما قلت لنا توا موجودين عندهم، موجودين عندهم سنين لهنا، موجودين وعندهم سنين وعندنا شهادات اخرى. يعني مثلا فما شهاده الطاهر الاسود، اي موجود عندنا موجود موجود، اللي هو رمز من رموز المقاومه. وطاهر الاسود كان مشى في 55 مع الأمن العامة، نعم، وعاود طلع الجبل، ومن بعد في 56 عاود هبط من الجبل. معناتها لا مشاو لهم، مشاو لهم زملاء ومشاو سجلوا عندهم. فما حتى حمادي غرس فما اللي أدلى بشهادته في هيئة الحقيقة والكرامة، أدلى زوج شهادات في هيئة الحقيقة والكرامة في الجلسات العلنية. لهنا نلقاو تسجيل حمادي غرس على الخلاف اليوسفي البرقيبي، على النشاط الوطني بالمشرق، على مسألة عزل البي، النشاط الدستوري بليبيا، على دعم الثورة الجزائرية، وعلى علاقة الزعيم بن يوسف بن بلة. منت الشهادات هذوما ديجا موجودين، مشاو لهم بحثين، مشاو لهم بحثين من قبل واستجوبوهم. معناها وانا عندي انا هذا اصرار، او ايش نقول لك، خاطر كي يبداو برشا شهادات، انا واحده من الناس نحبذ الحكايه هذوما الكل، على خاطر كيف تاخذ شاهد ولا فاعل كبير معناها في التاريخ، باه يمشيوا له الناس برشا مرات ويسمعوه برشا مرات. هذا كله باه اثراء للتاريخ الجاي، لكتابه التاريخ الجاي. انا عندي انا حاجه باهيه معناها كتعدد المصادر، نسميوه احنا تعدد المصادر، باش نحنا نجموا نهار اخر، خاطر ما نخموش على روحنا بركه. هو المؤرخ كيف يخدم ما يلزمش يخم على روحه بركه، يلزم يخم على اللي باش يجي بعده، ويوفر له الامكانيات الكل باش ينجم المؤرخ الجاي ينجم يفهم قد شنو هك الفعل هذاك، وفي أنا إطار هو خدم، وفي أنا إطار هو أدلى بتصريحاته. يعني أنت توقع على تحكي مش فقط على عمل متاع التاريخ بشهادات، ولكن على عمل يسمى بالفرنسية الاستوريوغرافي، دراسة كتابة التاريخ في حد ذاتها زادة. أي يعني حدك يهمني ياسر، مش خاطر أنا بركة مغرومة بهذاك، هي نجم نقولوا هذاك نقولوا احنا كما سكون دوغري تفهم به، أما أنت تنجم تفهم به برشا حاجات على الذاكرة بيدها وعلى النسيان بيده، وكيفاش الذاكرة والنسيان يلعبوا مع بعضهم، وكيفاش زاد هو بيده التاريخ يلزموا يقرأ حساب الذاكرة ويقرأ حساب النسيان مع بعضهم، مندمجين مع بعضهم، وكيفاش هذوك الكل ينجموا يجيبوا لك رؤية ولا قراءة للتاريخ متغيرة هي والوقت. أنا عندي أنا التاريخ دي ما يتبدل رأو. أنا عندي سؤال لهنا، عنا نفس شهادات اللي صارت في معهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، وفما شهادات صارت في هيئة الحقيقة والكرامة. ماهيش نفسها يا خادس، شنو الفرق؟ ماهيش نفسها، ما تنجمش تكون نفسها، على خاطر مش فرد وقت، فما سنين ساعة بيناته، وفما لي سيركونستانس. كي واحد يجيه على هونيا، شنو الفرق ما بين السياق هيئة الحقيقة والكرامة لشنية تصلح الجلسات العلنية، ولشنية تصلح كي تجي في وحدة التاريخ الشفوي؟ شو شوفني أنا أستاذ، كيف يجيني طالب ولا كيف يجيني صحفي ولا كيف يجيني أيها الناس، ما نتكلمش كيف كيف على المهنة متاعي. هو السياق اللي تسألني فيه هو السياق متاع الاتصال. عندك ساعة معناها حاجة في الاتصال، ما تتكلمش كيف كيف على الحاجات كل ما أنت وعاش كنت تتكلم. هذه مقبول ولا مش معناها تفهمها الحكايه؟ معناها ما تنجمش انت حتى ولو فاعل سياسي تتكلم على الحاجات كيف كيف معناها انت والعبد اللي مقابلك. اما من ناحيه الدور الاجتماعي، شنو هي الدور الاجتماعي نتاع شنو هي تصلح شهاده في هيئه الحقيقه والكرامه، وشنو هي تصلح لهنا؟ شنو هي الفرق ما بيناتهم؟ تصلح في سياق نجم نقولوا احنا قاعدين عايشين توا، اللي هو لو ديفوالمون دون سيغتان هيستوار، معناها قاعده يخرج قدامنا تاريخ تونس، اما قاعد يخرج للعموم. ما ننساوش اللي هيئه الحقيقه والكرامه عندها حاجه تميزها على الاخرين، على خاطر هذاك هو البروتوكول نتاعهم، هو تعميم الحاجات هذوما. نوبليون باك سي اون سين بوبليك، يعني يخرجوا في التلفزه، كي يخرجوا في التلفزة ويتعمم هذوما الحاجات ويتعمموا شخصيات، الشخصيات هذو الطاهر الأسود وإلا الأزهر الشرايتي وإلا غرس، ويعرفوهم العموم، حاجة باهية معناها باش تخرج للعموم يعرفوهم، أما يعرفوهم معناها يسمعوا عليهم حاجات. أنت تدخل في نطاق رد الاعتبار؟ لا معرفتهم، أنا رد الاعتبار ما نمنش بها،
على خاطر عندي انا فمش حد يرد الاعتبار بتاع فيها معناها اون ديمونسيون مورال، ولكن واحد يجي فوق الناس كل ويقول انا رديت الاعتبار. اما المعرفه كي المعرفه تنتشر في المجتمع، انا واحده من الناس نحب ذلك. ولكن قمر بن دينا في الدولة، في القانون متاع الدولة ثم قوانين تقولك هاهم الشروط بشكون ينجم يكون مقاوم، هم امتيازات المقاومين، وثم تحدثوا عليهم الشخصيات اللي قاموا بإدلاء الشهادات متاعهم. ومن نتذكر، سمحوني للمستمعين نسيت اسم أول متدخل، هو جاي من تطاوين، هو مقاوم تونسي جاي من تطاوين، قال نحب مطالب متاعي هي ينحيولي صفة خائن ويعتبروني كمقاوم. هذاك مفهوم، انا نفهمه معناها نفسيا، نفهمه حد يخونوه زاد يا رسول، ولكن حتى قانونيا يعني تولي من بعد ما عادش عنده حتى انسانيا تعاش، معناها متعاش واحد يولي معناها منعود بالصبع، هذيك معناها تكونت عليها عقده ومشاكل اجتماعيه ومشاكل عائليه ومشاكل نفسيه يا رسول الله. معناها انا واحده من الناس معناها حاجه ما تعجبنيش، معناها كمواطنه معناها يلزم زاد ترفع عليهم مظلمه، هي ماهيش رد اعتبار، رفع مظلمه بالمنجد. فهمت كيفاش؟ انا عندي فرق بين رد الاعتبار ورفع المظلمه. العباد اللي مظلومين وحكيوا عليهم الناس بالدوني وخونوهم وكل شيء، هذاك بالمنجد يلزم حاجه، معناها يلزم حاجه المجتمع معناها يوفر لهم معناها يوفر لهم الامكانيه بشكل المظلمه هذيك ولك سوء الظن ذاك يترفع عليهم، هذيك من حق من حقوقهم. ثم لهنا لهنجم ندرس لكم الكل، يعني تخش عليه ثم تضارب ما بين إرادتكم كمواطنين أنه شأن التاريخي ولي شأن عمومي، وتخوفكم كمؤرخين أنه التاريخ أو شهادات كيف منك يتم تلاعب بها. سي ميكرو خافوا من التوظيف. كيفاش فسر الناس سي ميكرو؟ حكيت على التوظيف القبيلي السياسي، وحكيت كذلك على التوظيف الإعلامي. فما مخاطر، علاش قلت لك فما ديونتولوجي نتاع خدمة، فما أخلاقيات. لو كان ناخذوا شوية هكا مسافة ونغزروا من بعيد لليسار، يعني في هالجلسات العلنية، أنت شنو هي نظرتك كمؤرخ لهم؟ هل حاجة إيجابية؟ أكيد فيهم حاجات إيجابية، كما كنت تحكي قمر لما تخرجوا من العموم نعرفوا بناس، لكن فما نخافوا من الغايات الأخرى غير المعنى. أنا نجم أقول لك معناها كيف تغزر البلدان الأخرى، وإحنا اللي صاير علينا ما هوش جديدة، دي سمت إعادة الاعتبار وكل فيها 87 صار، وفي 2011-2012 زادة عاود صار. معناها كل ما تصير معناها فترة سخونة هكا في تاريخ ولا في تبديل في الواحد صار، راو في 1988 ولا قالوا حكينا على إعادة كتابة التاريخ وإعادة الاعتبار، أما وقتها ما كانوش برشا مؤرخين على الساحة دخلوا في الجدال اللي تبدل توا. حتى في 2011 و2012 راو صارت هالفعفعة هذه اللي توا صايرة، فهمت؟ اللي أنا عندي أنا مؤشر أنه المجتمع التونسي أنه المجتمع التونسي حي، معناها حي وقاعدين نكملوا نسألوا ونعاودوا أكثر من 88 و89 وأكثر من 2011 و2012. أنا واحدة من الناس كمؤرخة نفرح كيف الناس الكل يحكيوا عن الذاكرة والتاريخ اليوم أكثر من قبل، فهمتك؟ الجدال هذاك حاجة إيجابية وباهية وداخلة نقولوا إحنا في الحمى اللي يسميوها توا الحمى السياسية ولا السياسوية، فهمت؟ أما اللي نجم نقول لك آخر زادة اللي احنا كمهنيين معناها النجم زادة نعرفوا اللي في بلدان أخرين وفي أوساط أخرين فما توظيف، هذاك علاش نخاف واحد، خاطر فما إمكانية توظيف وما تنجم وإمكانية التوظيف احنا ما نجموا عليها حتى شيء، ما نجموش ان نقاوموا التوظيف، احنا نجموا ندافعوا على المهنه، هذاكش نجموا نعملوا، وما نجموا ندافعوا عليها المهنه الا كي نعملوها كيف ما يلزم باخلاقياتها فهمت كيفاش، ومعناها بالليزيكزيجونس ميثودولوجيك، احنا هذيك هي ش عندنا ما نعملوا. باش نعملوا توا فاصل صغير نخليكم مع اغنيه ونرجعوا بعد شوي. بر الأمان. مرحبا بكم من جديد في برنامج بر الأمان.
نحكي معنا قمر بن دناء أستاذ التاريخ وسي مروان العجيلي اللي هو مسؤول على وحدة التاريخ الشفوي. نحن توا موجودين وأستاذ تاريخ ونحن توا في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. به حاجة كنا نحكيو عليها الفرق ما بين الذاكرة والتاريخ. كنا نحكيو على هيئة الحقيقة والكرامة وقلنا أنه هيئة الحقيقة الشهادات اللي تصير في سياق العدالة الانتقالية عندها هدف لأنه صارت انتهاكات وكيف ما تدفقع الدمالة والشهادات تخرج على الساحة العامة باش ترفع مظلمة على كلمة مدام الأستاذة قمر بن دينا، ترفع مظلمة على من على ضحايا الانتهاكات. ولكن التاريخ خدمته أخرى كيف ما قال الأستاذ مروان العجيلي، التاريخ يخدم بطرق أخرى اللي هي تثبيت المصادر، اللي هي وضع الشهادات في سياقها، واللي هي نثبت ونقارن ما بين الشهادات العديدة باش من غادي نخرج الكتابة ولا قراءات متعددة للتاريخ. المسألة التوالي باش نتعرضوا لها خمسة، أنه يقول القائل الدولة بطريقة أو بأخرى تساهم في كتابة التاريخ، يعني كتير أحداث نلقاوها بعد مثلا في كتب متاع التاريخ اللي يقرأوا بهم التلامذة، نلقاوها في الليسي، نلقاوها في يعني في التعليم الابتدائي والثانوي من قبل ما توصل التعليم العالي، وين كيف ما احنا لهنا في الكمبيوتر متاع منوبة اللي يولي فيها ثم أكثر جدل أكثر نقد وأكثر حرية. لذا السؤال اللي حب نسأله لكم، يعني انتم تساهموا مثلا في بطريقة أو بأخرى في محتوى الكتب متاع الابتدائية، وإلا هل عندكم اطلاع به شنية نظرتكم لطريقة صياغة المحتوى هذايا، وإلا هل ممكن بلي جلوبالمون هل الدولة أن تكتب التاريخ؟ أنت حطيت صبعك على حاجة دمالة كبيرة ياسر في تونس وهي في دمالة في بقايا الكل، هي كتب التاريخ، معناها كتب سيمرون العجيلي موافق تدريس التاريخ هو تدريس تاريخ بيدو دو احنا نحبوه ومغرومين به ذلك علاش نخدموا عليه. أما اللي أسفنا ساعات أنه التاريخ ساعات ما هوش محبوب، حتى التلامذة ما يحبوهش. فهمتي أنا واحدة من الناس اللي يهمني الأكثر كيفاش نحبب التلامذة والصغار في التاريخ، وقت اللي خاطر الكتب ما همش معمولين بالقداء، وإحنا الكتب متاع تعليم التاريخ في تونس ما همش باهين، ما همش باهين برك على خاطر محتواهم، ما همش باهين حتى على منظرهم وحتى على كيفاش هما معمولين، ما يغرموش بالتاريخ. يعني كان نحب نحلو هذايا الدوسي متاع كتب التاريخ طويل وعريض، وبارك الله فيك اللي طرحته، فهمت؟ معناها احنا مستائين اكثر من كتب التاريخ من اللي احنا نسخايلوا اللي احنا نساهموا فيهم. احنا فهمت كيفاش هو وقتاش يولي التاريخ انا عندي انا يولي عنده معنى وقت اللي الصغار والناس يدخلوا له معناها بذكاء، معناها هما وبغرام يولي يدخلوا بذكاء وغرام. معناها إيش نقول لك، التاريخ السياسي راه ما يهمش المفرخه الصغار، ما يحبوش، مش هذاك. كيفاش تحب تفرغ، كيفاش تحب تغرم الصغار بالتاريخ وتحكي لهم على التاريخ السياسي؟ هو التاريخ السياسي هو تاريخ من اصعب، معناها من اصعب المواد التاريخيه. هنا كواحده من الناس كان باش نعلم الصغار كيفاش يتعلموا التاريخ، معناها يبداو من نهجهم ودارهم وستيلو أبي شنو تاريخه، والكاغذ شنو تاريخه، واللعبة متاحهم اللي يخدموا بها هي شنو التاريخ متاحها. معناها كان يزمنا ثورة في تعليم التاريخ في تونس، وثورة في الكتب التاريخية في تونس، وثورة زادة تورينا اللي التاريخ ما هوش تاريخ سياسي برك، معناها تاريخ المجتمع وتاريخ الثقافة وتاريخ الزوبجي وتاريخ الطبخ وتاريخ فهمت كيفاش، هذاك اللي نجم نغرموا به توا أولادنا في عود نقعدوا ديما معنكشين في التاريخ السياسي اللي هو ما هوش لا يهم ولا يجلب ولا يجذب ولا حتى يعلم المقصود الأولاني من تعليم التاريخ اللي هي قيمة الوقت. بر الأمان. سي مروان العجيلي، الزمن التاريخي لا تمبوراليتي، التمبوراليتي يعني من اكبر المشاكل، يعني هذه العلاقه مع الزمن. صح، خلينا نعرفوا بها اش معناها، اش نقصدوا بها التمبوراليتي؟ يعني العلاقه بالزمن اللي يعيشوا مثلا الشاهد ولا كيعطي بالشهاده نتاعو، يعني في اطار معين،
في فترة معينة. وثاني حاجة اللي تشوفه أنت اليوم هو يساعد يلزمه فيه فيه طبقات، يعني تنجم تعرف أنت شنية حاجة عندها 100 سنة وشنية حاجة عندها 500 سنة، هذه أول حاجة في غزرتك أنت. أما أنت تصور أنت روحك تمشي تاخد، تنجمش تاخد شاهد عمره 15 سنة تحطه شاهد تاريخي على حاجة أنت هكتا وأنت هكتا وصحفي، كان يتكلم لك واحد صغير عمره 15 سنة تاخذه ولا ما تاخذه؟ لا باش يتحدث على شنو؟ باش يتحدث على التاريخ، مش عنده شيف باش يحكي على التاريخ. بون كيستيون. انا نجم، انا نجم نقول لك واحد عمره 15 سنة شاهد، اما شاهد على شنو؟ يعني عينك اللي تستعمله كشاهد تعرف علاش يتكلم هو على الحاجة هذيك. انا نجم ناخو صغير عمره 15 سنة شاهد على حاجة، اما نقرا حساب اللي هو عمره 15 سنة. سي مروان طرحت يعني سؤال هام هام برشا، هام برشا، ويتعلق خاصة بكتابة التاريخ الراهن ولا التاريخ الآني، وهو موضوع يعني فرضته الأحداث اللي عرفتها تونس يعني، وهذا هام هام جدا ويطرح إشكال. إشكال شنو الإشكال؟ إشكال كبير أولا على مستوى المادة المقدمة، ثم طبيعة الأحداث عندها أحداث خاصة وخاصة جدا، وحتى الوثائق اللي نتعاملوا معها أصبحنا نتعاملوا معها وثائق خاصة، أصبحنا نستعملوا في الانترنت في الفيسبوك وسائل الاتصال الاجتماعي، وهذا حتى الحدث ولا يوصلنا ونستنطني، وهذا إشكال وإشكال كبير حتى من الناحية المناجية، وإني با تخبين أوتيه وإنسان عاش الأحداث في 2011 مش كما إنسان عايشها توا، حتى النظرة متاعه تتبدل، حتى المواقف متاعه تتبدل، يعني المشكلة يعني مشكلة كبيرة، وقاعدين نخدموا عليها التورة، قاعدين نخدموا عليها، قاعدين نخدموا على الثورة كتاريخ، قاعدين حتى نعمل في الأرشيفاج نوميريك، يعني الارشيف نتاع التصاور نتاع الفيديوهات اللي عبد هبطوا ايترا، هذاك واجبنا احنا، مسؤوليتنا احنا، مش احنا واجب للمستقبل نعملوا فيه، مش نعمل فيه لليوم. يعني احنا اليوم في نص افريل 2017، خلينا نقول في شهر 2017، انتم كتاريخ معاصر يعني هل تواكبوا 2017؟ بالنسبه لكم تاريخ المعاصر وقت تشوفه؟ يعني نعرفش كان واضح سؤالي، اذا كان نشوفوا سلم تاريخي الفلاش اللي من الاخر بالكل على اليسار هذيك، وين توفى؟ توفى في النهار اللي انتم قاعدين تحكيوا عليه ولا تاريخ المعاصر يبدا من 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 الحمايه؟ هو في الاول كنا معناها حتى الثوره نقولوا احنا كنا نخدمه حتى التقريب 64، معناها الأعمال متاعنا كل كان يوصل في وقت الجلاء، معناها جلاء الأراضي، وهذوك هما اللي معناها التواريخ اللي نخدمه بيناتهم، معناها بين قرن 19 و64. من 2011 تحررنا شوية، معناها ما نجم نقوله اللي علاش، على خاطر ساعة على أهمية الحدث اللي صار لنا معناها في 2011، وفما زادة معناها ريح الحرية هب، بينجمش يهب في كل بقعة كيف كيف، حتى على البحث حتى كيفش يهب تولي كل نسمة صغيرة موش ريح كبير، النسمة الصغيرة اللي خلطت لنا احنا. قلنا زادة بما أن ما كناش نخدمه بعد على تاريخ اللي بعد 56 ولا بعد 64، يزمنا نقدمه شوية، أما ما قلنا هيش هكا كأن احنا زعما معناها قلناها خاطر احنا حسينا اللي فما حرية جديدة نجمو نمشيو بها، أما زادة حرية يزمنا نكون متحكمين فيها وما نجمناش نعملوا اللي جي، يعني تقوش عليه واحد يولي يتكلم يولي يقول اللي جي ويخرج على الموضوع وكل شيء، كلمة خروج على الموضوع هذيك هي، يعني احنا حبينا نتحروا شوية من هك القيود القديمة، أما زادا نتقدموا في تاريخ تونس اللي أقربنا شوية، أما ديما بنفس التحري، نفس يعني التمشي ونفس الأخلاقيات، نفس الأخلاقيات، معناها نكمل ونخدموا على الأرشيف ونعود نعود اللي كلمة المصادر عندنا احنا عندها معنى كبير ياسر، المصادر الشفوية، معناها المصادر الشفوية اللي احنا قاعدين نخدموا عليهم من عام من الثمانينات، حبينا زادا نزيدوا نخدموا عليهم أكثر شوية، معناها اما معناها كيفاش نقولوا نزيدوا ناخذوا عباد اصغر من قبل ومش كلهم شاركوا زاده في التاريخ السياسي، خاطر من جمله الحاجات اللي نحبوا نتحروا منها نحبوا نتحروا زاده من ضغط التاريخ السياسي، مش من السياسه بركه، من الضغط نتاع التاريخ السياسي. اش معناها ممكن انا باش ناخذ لهنا الكتاب اللي بحثنا اللي كتبوا سي العجيلي مروان، هذا الكتاب التاز نتاعك الاطروحه نتاعك تم تلخيصها وإصدارها في كتاب، مانيش غلط؟
C'est ça. Mais le كتاب هذا اسمه la législation coloniale en matière de domaine de l'État en Tunisie من 1951 1956. أي أما العنوان التشريع الحماية الفرنسية في ميدان الأملاك الدولة في تونس من 81 إلى 56. يقول قائل بو علاش خذيت الكتاب هذا؟ بو يقول خذيت الكتاب هذا على خاطر احنا في حصتنا الثانية من الموسم الثاني. وين كنا خمسة؟ كنا في جمنة. جمنة من ولاية قبلي. نعرفوا الإشكالية اللي طرحت في ولاية في جمنة اتسترا وقمنا بالعديد من الأبحاث وقتا ما قعدناش شرف بك سي مروان العجيلي ولكن بحثنا على التاريخ نتاع من وقتاش الأرض ولات عندها مالك وبشوية بشوية وصلنا حتى قبل قدوم العثمانيين يعني القرن الخامس عشر على خاطر فات ملك الأرض ما عندوش نفس المعنى في القرن الخامس عشر حتى لين جاوا العثمانيين وجابوا مفاهيم أخرين نتاع الملك أرض نتاعهم منهم أموات اتسترا مش ندخل في الديتاي وصلنا بعد 1881 وشفنا كيفاش القانون مهم لأنه تغيير الصبغة القانونية نتاع الأراضي سمحت للمستعمر باش يمتلكها وكيف كيف قعدنا بنفس المبادئ حتى لين بعد الاستقلال ثم نتذكر قانون فيه أربعة فصول نتاع 57 يعاود يعطي للدولة التونسية الأراضي اللي هي تنجم تظهر لها ملكها والقانون هذا وقتاش تم استعماله ضد مرة أخرى 2013 يعني لهنا ممكن المستمعين بتاعنا ينجموا إذا كان ثم غلطة سي مروان العجيلي يقول يا ينجموا المستمعين يعاودوا يرجعوا الحصة الثانية باش يشوفوا التسلسل هذا اللي حكينا عليه ولكن هل تقصدوا بهذا كي تحكيوا أنتم مع التمبوراليتي على أهمية التاريخ نتاع الأشياء نتاع ممكن حاجات اللي تمسنا كل يوم مشكلة يعني الأراضي الاشتراكية والأراضي الدولية التوى بالطبيعة ما زلت مطروحة تاريخ الملكية عنده تاريخ مروان العجيلي كي حكيت في الكتاب هذا حكيت على الأراضي الأحباس أراضي ملك الدولة أراضي القبائل يعني بالنسبة للمشكلة هي مشكلة ما تقديمة لكن مازال قائمة إلى اليوم تم استغلال القانون هذا في فترة استعمارية لغاية استعمارية ثم تم استغلاله بعد استقلال لمسائل أخرى يعني كنشوف المناطق أي اللي فيها مشاكل في فترة استعمارية تقريب نفسها سواسي القروان سيدي بوزيد تقريب نفس لي بروسيدور لكن حاجة تبدلت هما لي زاكتور نمشي معك لبعيد معناتها بالنسبة لأراضي الدولة أي تم التصرف فيها في الفترة الاستعمارية كما يقولوا مثلا الأراضي فما بنايات تمت مثلا في قرطة شيرة المرسى أي بالنسبة على الأراضي يعني على البحر تنتم بيبليك نجو بعد في الفترة تاعنا نلقاو المشكلة متاع البيديزونج شوفوا أراضي الغابية نفس المشكلة يعني نلقاو فما حكيت مسألة الشالي اللي في عين دران وفي جندوبة لا هذه المسألة اللي احنا طرحناها توا متاع مثلا مسألة الملكية متاع الأراضي الهدف منها باش نثبتوا انه مسألة اليوم هي مسألة حارقة وسياسية بامتياز والكاتب الدولة للشؤون العقارية لأملاك الدولة سمحوني مبروك كرشيد تم استنطاقه عليها في أول شهر أفريل في مجلس نواب الشعب المسألة هذه نجمو نرجعو لازمنا نرجعو بها تاريخ باش نفهموا الوضعية الحالية ونعالجوها لكن المشكلة بالنسبة للسياسيين ما يقربش التاريخ كيفاه سي مروان العجيلي بالميكرو سامحني عاود قلت لك باش نفهموا الاوضاع الحاليه لازم نرجعوا لوجود حلول لازم نرجعوا للتاريخ قلت لك مالوغوزمون السياسيين ما يقراوش التاريخ ونقول اكثر من هكا معناها هذوما الحاجات اللي هما السياسيه مقبله علاش نقول لك على حكايه الضغط التاريخ السياسي يعني هذوما الحاجات معناها يهموا تطور البلاد كلها تطور الجهات وتطور العلاقات بين الناس وبين العائلات وبين لي فورس دو برودكسيون كيف ما يقولوا هذوما كلهم مسائل يلزم معناها نترقوا لها بالوثائق نتاعها وكيفاش وشكون وشكون كسب وشكون عطى وشكون فرط وكيفاش تكتبوا العقود حتى العقود هما بيدهم احنا سيت لارشيف بور نو ان كونطرا سيت اون بيس دارشيف شكون عملها
وبفايدة شكون وتحت أنا ضغط فيها انجرار الملكية. ساعات تلقى فيها بالنسبة للعقود فيها انجرار الملكية تنجم سي توت ليستوار سوسيال تنجم تخرجها منها. معناتها ساعات عقد تلقاه متر متر ونص جوز متر بارفوا معناتها موجود. تتوافى مع بعض الاحتجاجات في تطاوين على مسألة الثروات التحتية ومنهم البترول، برشا يقول لك المشكلة في العقود عندهم اللي تم امضائها، هذوما عقود أساسية معناها. وكيف نولي ونغزروا العقود معناها كم دي بيس ديستوار، نجم نشدوا ثنية متاع باش أموان نبسطوا أمورنا ونفهموهم ونفهموا مشاكلنا منين جايين. مشكليات البرلمان يستمع برشا مثلا الجمعيات ولا الادارات العموميه كذا، هل المعهد تاريخ المعهد العالي للتاريخ المعاصر تم تاريخ تونس المعاصر سامحوني تم استماعه مثلا في مسائل كيف من هذية؟ والله ما نعرف انا ما حتى الاستماع تخوفني، كان واحد يعيط له التريبونال وكل من فهمت معناه هو الاستماع في مجلس النواب الشعب ينجم يكون انيشياتيف من الشخص المجتمع التونسي متفرع. انا الحاجه اللي نحب نوصل لها بخصوص معناها ينجم يسمعوا بر الامان النواب، ينجم يسمعوا بر الامان وبر الامان تفسر على خاطر فما 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 مساله بيداغوجيه يلزمها. مانيش كل شيء بالاستماع وانت عيط لي ونعيط لك ونحقق معاك وتحقق معايا، معناها الفو با كيلي اون جوديسياريزاسيون دو لا في بوليتيك، يلزمنا اون بيداغوجي زادة de tout ce qui nous arrive من غير ما نخلطوا الجوديسياريزاسيون. فهمت انا الحاجات اللي ما يعجبونيش الزوز بيداغوجيا لتفسير تفسير المشاكل والعلاقات وتفسير المجتمع. احنا المجتمع نتاعنا نجمو نفسروه ونفهموه ونتمعنوه من غير ما نشارين ببعضنا ونشكيو ببعضنا نهار كامل. فهمت الشكوى باهيه معناها يلزم يخلطوا الحاجات للشكوى ولا معناها للعداله، ما قلتش لا، اما قبل زادة يلزم برشا فهم. وانا ماذا بيا كمؤرخه معناها معناها الفهم هذاك كيما انا خطر على كل حال مهنتي اني نقري، ماذا بيا الحاجات هذم يتقراو ويفهموهم الناس قبل ما نخلطوا للمشاكل. ملاحظه صغيره، جلسات الاستماع ما همش التحقيق، هما مجعولين باش النواب يفهموا شنو هي المشكله قبل ما يبداو يناقشوا وقت اللي هما قاعدين يناقشوا في قانون. هذا هو اي انا ما عنديش ما عندي حتى شيء ضد، ما نحب نقول ما نجموش زاد نختزلوا معناها المراحل هذوما. كي تنتي باش تعمل استماع يلزم فما خدمه ان امون موجوده في بقايا اللي هما الجامعه التونسيه والا حاجات معناها في كتب وموجودين باش ينجموا زاد حتى هما النواب يقراوهم قبل ما يعملوا جلسات الاستماع. يعني احنا الهدف نتاعنا نكتبوا في حاجات باش الناس يقراوهم ومن بعد يستعملوهم، مش انهم يستمعونا احنا مباشره. مش هذا المقصود. مقصودنا احنا ان نوفروا ماده معرفيه تنجم تصلح للمجتمع وتنجم تصلح للنواب البرلمان من جملة المجتمع. ما انت خدمتكم مش جست تقعدوا من بينها الأربع حيوط هذوما ماذا بينا نقراو ماذا بينا شكون يقرانا احنا ماذا بينا شكون يقرانا. فهمت كيفاش؟ ويتناقش معانا ويجي يفسرنا ويسألنا. فهمت كيفاش؟ من قبل ما نوصلوا للاستماع. انت انا وصلت الوظيفة الاجتماعية متاع المؤرخين لهنا، ما انت احنا نحبوا نصلحوا للناس، ماذا بينا نصلحوا للمجتمع. يا اخي احنا الدولة تخلص فينا لويش. سي مروان، شنو وظيفتك كمؤرخ في المجتمع؟ ميكرو. نحاول باش نقرب اكثر ما يمكن للحقيقه، نبين اشياء معناتها تصلح البعض، تصلح للذاكره، تصلح لتاريخ المجتمع، تصلح للناس كل. هذا هو تصلح حتى للقوانين حسب ما فهمت، تصلح للناس الكل. قوانين يعني قوانين هو جزء يعني من الدراسات التاريخيه. وعلاش اخترت القوانين لهنا؟ لان بالنسبه للحمايه التونسيه سا غولاف دو دووا انترناسيونال، يعني دخول الاستعمار تم بالقوانين والقوانين ما زالت متواصله لتوا. اش تقصد قوانين الاستعمار متواصله حتى لتوا؟ بالنسبه لمحه صغيره بالنسبه اي فما قوانين لوكود بينال تاع 1913 اللي يطبقوا فيه توا، اللي يعني بالنسبه للقانونين الموجوده توا يعني بدات الخدمه نتاعها من الفتره الاستعماريه. والفتره الاستعماريه كي جات مسحت القوانين الاسلاميه، يعني بالنسبه مثلا ما نعرفش بقات كان الاحباس الاحباس ماني ما حلتهاش، لكن وضعت قوانين مثلا قانون 1898 وضع القانون يسمح باخذ
2000 هكتار من الأحباس العامة، لكن في الحقيقة يعني تم تجاوزها وما حلتهاش باكالكول البوليتيك. راه فيما بعد مع بورقيبة يعني اون بلين بويسونس اون بلين ليجيتيميتي بوليتيك يعني نحاها. معناتها هناك يعني كيفاش نقولوها فما كونتينيتي لا نوسيون دو كونتينيتي لا كونتينيتي دو لا روبتور. واضح. وفما زاد حاجة نجم نقولوها مروان، زاد فما كي نوع من الكسل، فما كسل ذهني، فما حاجات لازم نرجعوا له من الأساس. معناه لازمك تعرف اللي فما قانون موجود وما عادش معناه يولي يعمل فيه مشاكل. يلزم نتعلموا، زاد احنا تو عملنا ثورة يلزمنا نتعلموا نرجعوا لك القوانين هذه ندرسوهم ونعرفوهم علاش تعملوا وشنو هما الحاجات الخايبة اللي جابوهم باش احنا نجم نتفاداهم. فهمت كيفاش؟ معناه هذه حاجة يلزمنا نحيوها الكسل اللي عندنا، المعرفي اللي عندنا، ويلزمنا زاد القانون، زاد هو بيدو يدخل التاريخ والتاريخ يدخل القانون، ونجادلوا الكل مع بعضنا ونحكيه مع بعضنا على الخطر. هذه رصيد المجتمع الكل، وهذا الهدف من برنامج كيف برنامج بر أمان، انه نتحدثوا على القوانين من غير ما نكونوا محصورين في جدل قانوني بحت. سي مروان العجيلي بالميكرو تفضل. هم يسأل اللي قلت مر، يعني راي المقاربه نتاع المؤرخ تختلف عن المقاربه نتاع رجل القانون. رجل القانون يخدم لك بالقانون كما هو، لكن نحن كي نبحثوا في القانون يعني نشوفوا سكون ابل لي تيغاتيو غريز، يعني علاش تعمل القانون هذاك في الفتره ذيك، ثم نرجعوا للمراسلات اعمل القانون هذا نحي الكلمه هذه يعني، وهذا هذه الاهميه نتاعو. معناتها كي نحط قانون هنا نعرف شنو اللي وراه ونعرف لوين ينجم يهز. قمر بن دنا، انا حبيت نقول فما حاجه نحلم بها ياسر، ان نقول توها عملنا الدستور نتاعنا. وقت اللي عملنا الدستور نتاعنا انا فرحت كيف ما الناس كل خاطر عملنا الدستور ومرحله كبيره ياسر. ومن بعد قلت كيفاش باش نكتبوا تاريخ الدستور هذا؟ معناها باغ اكزومبل لي بغويون هما بيدهم، والا النقاشات هما بيدهم، وينهم وين موجودين؟ حاجه تولي هامه ياسر. هذاك ماذا بيا انا نهار نعمل تحقيق ونمشي نسال حتى قبل ما يموتوا اللي فهمت النواب هما بيدهم، ونسالهم كل واحد هذيك اش عملت فيها وهذيك اش عملت فيها وهذاك القانون هذيك كيفاش عملته وكل لجنه هذيك كيفاش خدمت ريتش كيفاش الشهاده الشفويه تنجم تصلح التاريخ غدوه. معناها اليوم زاد احنا عندنا هذوما الامكانيات محلوله، والتاريخ نتاعنا اللي قاعدين نعيشوا فيه ولو اكسيليغي ومتشعب نجموا نخدموا به ونجموا نعملوا به عمل نجم يكون نموذجي لنا احنا مش للمؤرخين بركة، نموذجي وتمارين للمؤرخين باش يخدموا مع رجال القانون باش يخدموا مع لي ديبوتي. معناها نجم احنا ندخلوا زاد اليوم للمجلس الوطني التأسيسي مش باش يسمعونا بركة، حتى احنا باش نخدموا خدمتنا معاهم هما. تدخل مجلس نواب الشعب ما تلوش في ارشيف المجلس الوطني التأسيسي تقصد مثلا؟ نذكروا انه ان هذاك ماذا بيا نعطي اليوم ملا شنو موجود هو على موقع موقع المجلس. هي اكثر شويه نحب نحفر كيف ما قال مروان قبيليكا على لي بغويون المداولات زاده موجوده ودونك المسودات موجودين. يعني انا نفرح انه حلمك نجم يتحقق إن شاء الله. قمر كلها مساله وقت. هي مساله وقت، اما مساله زاده تعاطي مع الماده كي نتعلموا احنا كي نتعاطاو مع الماده المعرفيه كل حاجه تولي معناها تجيب حاجه للمعرفه هي بيدها من جهه القانون ولا من جهه الاعلام ولا من جهه التاريخ. والكل كي نحطوا جهود الكل مع بعضنا مع بعضهم وكيف نخدموا فيهم دو بوان دو لا ميثود دون فاسون كومبليمونتير نجموا نجيبوا حاجه للبلاد معرفيا ومواطنيا. فما سؤال نحب نختم به الحصة هذه اللي هو نجم نقوله لمحة لنقطة البداية. كي بدينا حكينا على ذاكرة وانتم في وسط الحصة قلتوا لي لا ثم ذاكرات فماش ذاكرة بركة، وتحدثنا زيت على الفرق أو نقاط الشبه مع التقاطع مع التاريخ. للتوينسة اللي يسمعوا فينا توا واللي حضروا واكبوا جدل الكبير اللي صار في موضوع الجلسات العلنيه وهو هذا وليت مواقف سياسيه، يعني ثم شكون مع اليوسفين اللي شاركوا الحركه اليوسفيه ويقول لك هذوما ضد السيستم اللي موجود، وثم شكون ضد الحركه اليوسفيه ومجد البرقيبه ويخون في اليوسفيين هذوما. الأشخاص اللي لقاوا رواحهم ما بين قوسين مجبرين باش ياخذوا موقف من زوز مواقف هذوما، شنو هو انتوما كمؤرخين بالبعد التاريخي بالمدة التاريخية نتاعكم اللي
تستعملوها باش تدرسوا التاريخ، شنو تقولوا لهم؟ نبداو بسي مروان العجلي. قولوا بيرزنوا شويه دينا مسألة معقدة وخطيرة يعني حقيقة، يعني فيها لازم يكون فيها الناس كل تكون مسؤولة ونتفاداو كذلك ملفات الحارقة يعني على أساس نقولوها فيما بعد أكيد. شكرا مروان العجيلي. أنا أخويا مغرومة بالجدل، نحب الناس يتناقشوا بين بعضهم ويعاركوا بعضهم، معناها فهمت كيفاش؟ على خاطر هذاك يظهر لي زادة هو اللي باش تطلع الزبدة في الفم الشكوى، معناها تولي تطلع الزبدة الفم الشكوى، معناها أنا اللي عجبني في هذاك أنه كل شيء ولا معناها معلن، معناها نتكلموا عليه هو. أما زادة اللي نجموا نعملوه بين بعضنا، أنا ناخذ مثل على المقا معناها على قارنوا تاريخنا وتجربنا مع عباد اخرين، معناها فما صاروا معناها بعد الكولابوراسيون في فرنسا ولا حاجه صاروا حاجات هكا سخونه، واحد يخون الاخر، فهمت كيفاش؟ معناها وناخذوا منهم العبره باش ندخلوا لهم معناها بالتجربه نتاع الاخرين. اما في فرنسا مثلا ثم حاجه اللي تلفت الانتباه انه قعدوا برشا باش حتى يعني ثم تمجيد للمقاومين وثم حشمه لليوم بعد 60 سنه للاشخاص اللي محمد هذيك جابوها لهم الامريكان وقت اللي دخلوا ليزيستوريان امريكان في تاريخ فرنسا، المؤرخين الفرنسيس هما بيدهم نجموا ياخذوا كل مسافه، معناها كلمه مسافه هي تظهر كاني معناها حاجه عامه، اما عندها اما فما مسافه في الوقت والا مسافه معناها سكون ابل لو با دو كوتي، يعني كي تغزر ولا مسافه جغرافيه ولا مسافه جغرافيه، اما هي راي المسافه هي فكريه ماهيش ما تتقاسش اريثمتيكمون بالوقت ولا بالبقعه كيف ما الاستعمار لازم مسافه سكون ابل لو با دو كوتي، وانا يظهر لي لو با دو كوتي اليوم انك مش بتبدا اما مع بورقيبه والا مع ولا مع ولا مع بن يوسف، انك تبدا مع التاريخ اللي يحط بورقيبه وبن يوسف كفاعلين سياسيين في وقتهم. نخافوا لتولينا انو غير دو ميموار، هذا هو الاشكال الكبير، خاطر عندنا ذاكره حرب نتاع ذاكرات، يعني ذاكرات فما عندنا الذاكره الاستعماريه والذاكره الوطنيه تمش تعداو، وانا ما نحبش الحرب كما قال الخميسي كل الحروبات وفات. يعني لهنا تولي المساله ماهيش فقط الفرق اللي لازمنا نقوموا به ما بين التاريخ في حد ذاته او التواريخ والذاكرات في حد ذاتهم اللي واحده متعدد. تخدم الاخرى، ثم يعني قبول التعدد هذا هو ممكن الرساله اللي نخمو بها. وانا بديت قبليك معناها بالمقاربه خاطر تهمني ياسر المقاربه بين عمل التاريخ والعمل البسيكاناليست، معناها هذا زيادة انا نقربوا ياسر من العمل كانه احنا باش نعرفوا رواحنا برواحنا ببعضنا بين بعضنا، معناها كلنا نصلحوا باش اننا نجموا نعرفوا خير الماضي نتاعنا والحاضر نتاعنا مع بعضنا بالاختصاصات ولا اختصاصات دايغ، مش لازم الناس الكل يبداو علماء ولا مختصين، اما باش هذايا الكل تولي ماده باش احنا المجتمع التونسي زاد يتقدم في معرفه نفسه بنفسه. وللختام مش مثلا اللي تقول فيه انت قمر انه كيف ما القانون ماهوش حكر لرجال القانون، التاريخ ما يلزموش يكون حكر للمؤرخين ولازم يتم أبدا التبادل ولا شيء. أبدا احنا يجبنا نعملو احنا مربوطين بقيود اما ماهوش محبس علينا. نحب نعاود نشكركم مرة أخرى اللي انتم استقبلتونا في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، نشكرك خنسة بن ترجم، أنا كنت محمد حداد معكم، سي مروان العجيلي يعطيك الصحة، قمر بن دينا مرة أخرى يعطيكم الصحة، للي خلطت علينا في آخر الحصة نقولوا له ما ضيعت حد شيء، تنجم تسمعنا على صفحة فيسبوك متاعنا تلقى لي بودكاست الكل، بر الأمان بالعربية ولا بالفرنسي. نشكر زادة شركائنا في بث البرنامج بر الأمان، هنا قاصرين دريم اف ام ومهدية وان. إذا كان عندكم أسئلة تحب توصلوا الحوار معنا أو انتقادات أو حتى اقتراحات مرحبا بكم، 99 326 325. محمد حديد معكم، نشكركم ونقول لكم إن شاء الله نتلقاو نهار الأربعاء الجاي. بر الأمان.